تم افتتاح اليوم مسجد أبو عمرو الداني الواقع على المدخل الغربي لمدينة المرج. هذا المسجد تم إنشاء قواعده في العام 2012 وتعثر لمدة 11 عام، وتم بفضل الله وحمده تم افتتاحه اليوم 2023 بعد 11 عام، وتم استكمال الحمد لله بالكامل وبمرافقه كاملة. دورات المياه مقسومة إلى جزئين، جزء للمسافرين خاص بالمسافرين، وجزء خاص لكامل المسجد لجميع المصلين في الصلوات وصلوات الجمعة خاصة، وأيضا به مصلى نساء مفصول أيضا عن المسجد، خلف المسجد يقع خلف المسجد. سعة المسجد حوالي من 550 مصلي إلى 600 تقريبي، عليه بعض الديون حوالي 12,000 دينار. فندعو أهل الخير إلى توجه إلى هذا المسجد أو لجنة هذه المسجد ودعمهم لاستكمال هذه ديون هذا المسجد. يعني الشكر لله أولا ثم لأهل هذه الأرض لعائلة أبو عمر، وأذكر رحمة الله عليه الأخ مسعود بعمر من قام بالتبرع في قطعة هذه الأرض، ومنذ عام 2012 قام بإنشاء قواعد هذا المسجد. فنسأل الله أن تكون في ميزان حسناته، فبارك الله فيهم وبارك الله في عائلة أبو عمر جميعا. يعني هذه المرافق بعض المرافق في استكمالها، وأيضا لديهم ديون على هذا المسجد يتم استكمال باقي ديون لهذا. اليوم في افتتاح مسجد عمرو الداني، باعتبار أن هذا المسجد تم تدشينه في 2013، يعني إن شاء الله فاتحة خير على بلدية المرج، وفي نفس الوقت هذا المسجد يقع على الطريق الساحلي، فهو يعني لعابري السبيل. هذا المسجد تم إنشاء بتبرع أهل الخير على قطعة الأرض، وكذلك مكتب الأوقاف المرج كان وراء اللجان الخيرية اللي قامت على إنشاء هذا الصرح وهذا المسجد بهذا الرونق الجميل. نتمنى أن يكون فتحة بديت المرج، ونحن الحمد لله بفضل من الله في خلال فترة وجيزة تم افتتاح أكثر من مسجد مدينة المرج. هذا كله يدل على أن الناس يعني تقوم بالتبرع والبناء المساجد في هذا اليوم المبارك. طبعا لا يفوتني أن أترحم على السيد مسعود آدم عمر عميد بلدية المرج الأسبق اللي وضع حجر الأساس لهذا المسجد، وتبرع هو وأسرته بقطعة هذه الأرض المقابلة الطريق الساحلي. جزاه الله خير، وإن شاء الله يعني صدقة جارية، الله يرحمه ويسامحه. بارك الله فيك. نجتمع اليوم ونبارك لأهل هذا الحي بافتتاح هذا المسجد الذي هو بيتا من بيوت الله في أرضه، الذي أمرنا الله ببناؤها وعمارتها وترميمها، التي هي من أحب الأماكن إلى الله تبارك وتعالى. وإنا لنحمد الله تبارك وتعالى على تمامها الكمال، وأن من الله تبارك وتعالى ومدد الأعمار حتى رأينا ابتداء مثل هذه المساجد. وقد جاء في حديثه الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله تبارك وتعالى، من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاف بنى الله له بيتا في الجنة. في من ساعد، في من أعطى، في من تصدق، وفي من عمل ولو عملا يسيرا في ذلك. ويكون صاحب هذا القبر فنحن ولله الحمد في المسجد في بيت من بيوت الله، بيت يدعى فيه الله وحده سبحانه عليه وسلم. يقول: من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. لله حق لا يكون لمن صراحة قدمت لهم آيات الفخر والتقدير. بارك الله فيكم وزادكم الله خيرا. هذا الإنجاز، هذا الصرح، هذا المسجد، أنا نعرف جيدا عميد بلدية المرج الأسبق السيد مرحوم مسعود بعمر، كنا وقت
هذا الاسم. وكان الشخص اللي جاء وجبنا العديات عليه كان باعتباره كنا في لجنة الأزمة في الفترة الكاري. الشخص اللي حفر نفس الأرض هو تحت التراب رحمة الله عليه هنا صلاح إسماعيل المصراتي، وانحفر عليه مرحلتين لأنه كان أرض صخرية. فالناس ضرب ناس تبرع به، والحمد لله كان في 2012 كما في 2023 أكثر من 10 سنوات بدا بها مرحوم مسعود عمر اخوته بن عمه في المنطقه، وقاموا بتبرع هذه لصالح عابدي السبيل في هذه المنطقه.